وأريد أن أقول بأن مساجد السنة لابد أن تكون معسكرات علمية وتربوية وإيمانية لتفريغ الجنود المحتسبين الذين يواجهون أي مد ينتقص من البلاد أو من دين رب العباد. ده المطلوب كده. وإن شاء الله يعني هناك بشريات يعني في هذا الصدد، ولكن سأدعو ذلك إن شاء الله للمرة القادمة حتى لا أطيل، وبرضك ما يزعلش مننا دكتور ماجد. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.